السلام عليكم، معكم اخوكم عمر، حياكم الله. اليوم في فيديو جديد. في هذا الفيديو شباب راح نلعب لعبه اندرتيل. طبعا شباب ادري ان اللعبه قديمه، بس يعني قلت خلينا يا ولد نلعبها، ما احنا بخسرانين شيء. فيا عزيزي المشاهد لا تنسى الاشتراك في القناه وضغط زر اللايك ونشر هذا الفيديو، ويلا خلونا نبدا. بسم الله وعلى بركه الله نبدا. اوكي بسم الله يا الهي، او ماي جاد. طيب خلونا شباب نبدا برحلتنا. الله، لقينا شباب ورده. يا حليل هالوردة. مرحبا، ألا فلوي، فلوي الزهرة. أنت جديد في تحت الأرض أليس كذلك؟ نعم. عجبا، لابد أنك مرتبك على شخص ما يعلمك كيف تسير الأمور هنا. يقول لي نبي يشرح لي إيش اللي يصير هنا. أوكي اشرح لي. أوكي حبيبي اشرح لي. مستعد؟ إيه مستعد. يلا بسم الله. أترى هذا القلب؟ هذه روحك. إيش بعدين؟ والله ما فهمت إيش قاعد يقول. تكون روحك ضعيفة ولكن ستصبح أقوى إذا كسبت الكثير من الليفل. أوكي ماذا تعني الفي؟ يعني الحب بالطبع. تريد بعض الحب أليس كذلك؟ لا ما أبي. لا تقلق، سأشاركك بعضا منه. أوكي بالتحدث هنا سيتم مشاركة الحب. والله ماني عارف ايش يبغى هذا بالضبط. هل انت مستعد؟ يلا مستعد. تحرك. اوكي ايوه. يا صديقي لقد اخطأتهم، يبغاني اكلهم. نجرب مجددا، موافق؟ يلا نجرب. عصب. هذا مزحة، هل انت معاق؟ تحرك باتجاه الحبان او الايش. والله ماني عارف ايش قاعد يقول. ايوه هبلت فيها. ايوه انت تعرف ماذا يجري هنا اليس كذلك؟ والله عصبت الورده. اردتني ان اعاني وحسب. يس مت. يا ساتر، هذا شباب حاصرني، هذا حاصرني الحيوان. قل له ايش فيه. جت للنار وجلدته. كفو والله. ها وش ذا التيس مدري البقرة؟ يا له مخلوق فظيع يعذب المساكين الأبرياء. لا تخف يا صغيري، أنا نور توريل. والله يا أخي المشكلة كتابة مو مرة واضحة. حارس من الأطلال. أوكي توريل. أوكي أمر عبر هذا المكان يوميا لمعرفة ماذا إذا كان هناك أي شخص قد هبط. أنت والبشري يأتي لهنا منذ وقت طويل، تعال سأفرشتك إلى خلال السراديب. يلا من هذا الطريق. يلا بسم الله. أوكي الشباب طبعا كل اللي مر هنا سواليف، علمني كيف أسوي وكيف تتصرف وكيف هذا. الحين قاعدة تقول لي في الغاز. الغرفة الغربية هي نموذج الغرفة ها؟ طيب إيش فيه هنا؟ هذا هو اللغز، ولكن أمسك يدي للحظة. اوكي انا مسكت يدها. الله يا اخي والله العظيم انها لطيفه، ساعدني والله طيبه يا اخي. الله يعطيك العافيه يا توتوريل. اتوقع كذا اسمها. عاد يا رجل والله الترجمه يعني خط الترجمه مو ذاك الزود. يبدو ان الالغاز الخطيره للغايه في الوقت الراهن. اوكي لقد قمت بعمل جيد حتى الان ايها الصغير. طبعا شباب ما بقرا نفس النص، بس بقرا اللي يجي مشينا تمام. بعد ذلك طلب صعب لاطلبه منك. وش الطلب؟ اريدك ان تسير لنهايه الغرفه لوحدك. افا سامحني على هذا. ليه؟ سحبت علي وبمسك يدك وبخليك معاي وما ادري. اوف سحبت علي. اوكي او شيخ بعد الماوس هنا يا عمر عشان يكون واضح. اوكي الله، هذا شوف قاعد اسير لوحدي ولا في شيء يواجهني. الحمد لله الأمور طيبة. طيب أحس إني طولت يا ولد. أوكي هذه هي. تحياتي يا صغير، لا تقلق لم أتركك، كنت بكل بساطة خلف هذا العمود طوال الوقت. شكرا لثقتك بي. مع ذلك وأنا هناك سبب مهم لهذا التدريب، لتجربة استقلالك. يجب أن أعتني ببعض الأعمال وأنت ستبقى وحيدا لبعض الوقت. طيب يرجى البقاء هنا، الأمر خطير جدا للاستكشاف لوحدك. ذي فكرة، سوف أعطيك هاتف محمول
لو أردت شيئا اتصل وحسب. كل مطيع اتفقنا. أعطتني جوال تقول لي اتصل يعني إذا احتجت شيء. يعطيك العافية. رنين اتصل. مرحبا معك تويريل. تويريل لا تواجه ظروف وليس كذلك. هناك العديد من الألغاز أمامك لم أشرحها لك بعد. سيكون أمر خطير لتحلها بنفسك. كن مطيعا اتفقنا. أوكي. خشخشة الأوراق تملأك بالإصرار. تم استعادة التشبيب الكامل. أعطيها حفظ يا مدير. خلينا نشوف هذا الضفدع الجميل. عذرني يا بشري، لدي بعض النصائح لك بشأن محاربة الوحوش. إذا استخدمت تصرف بطريقة ما أو سراح حتى كدت تهزمهم، ربما قد لا يودون مقاتلتك بعد الآن. أوكي، إذا لم يرد وحشا ما مقاتلتك من فضلك استخدم الرحمة يا بشري. جميل. أوف، إيش فيه؟ إيش ذا؟ تصرف، تحكم، إرهاب، تحقق. نشوف إيش فيه. ليه زعل ذا علينا؟ إيش فيه هنا؟ تقول خذ واحدة. خذ قطعة من الحلوى يا حبيبي. كمل يا شباب طريقنا. إيش فيه؟ في مواجهة؟ تصرف، إطراء. إيش فيه؟ ياهو. تصرف، إطراء. استحى. ولا لا 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 لا. اهدأ. ووو يا اخوي قاعد امدحك انا خلاص. طيب يمديني اسوي رحمة. اوكي كذا النظام. طيب ايش فيه هنا؟ اوف طحت. اوكي ايوه. مرحبا معك تويرل. لا يوجد سبب على وجه التحديد. ما الذي تفضله؟ قرفة أم حلوى؟ حلوى. فهمت، شكرا جزيلا لك. أوكي عفوا. يا إلهي أنت تذكر القرفة ليس كذلك؟ أعرف ماذا تفضل، ولكن هل ستدير وجهك لو وجدته على صحنك؟ ها؟ خلاص يا ماما. أوكي حلينا اللغز. مرحبا. ليس لديك أي حساسية ليس كذلك؟ لماذا أسأل؟ لا يوجد سبب، لا يوجد سبب إطلاقا. إيش تبي ذي؟ طيب إيش السالفة هنا؟ أوف. هذا هو الحل. يعني أجي هنا ثم أجي هنا. طيب ننزل يا شباب هنا. أوكي نمشي لين هنا. نعطيها كذا، نمشي لين عند هذه، نعطيها كذا للنهاية. الله عليك، تسلم إيديك. تعال، ممتاز. أنت يا صديقي، من قال أن بإمكانك دفعي؟ الحجر يتكلم. إذا تطلب مني أن أتنحى جانبا. حسنا، لم نجدك فقط يا شو الحيوان؟ يتحرك أكثر. يا ابني روح قدام. ايوه خاطئ الطريق. يقول لي هل هذا الطريق خاطئ؟ الله عليك، كفو عليك. شوف الحيوان يا ابني، اثبت. خلاص يلا مع السلامة. اوكي هذا ايش فيه؟ قطعة جبن. هذا الجبن كان موجودا لفترة طويلة، انه عالق على الطاولة. يبس يا ولد. ها؟ ايش ذا؟ زي 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 زي. هل رحلوا؟ هذا الشبح يستمر بقول زي بصوت عال بشكل متكرر، يتظاهر بالنوم. حركه بالقوة. لا هذا قال يعني خليك، قال خليك لطيف معاهم. طيب لازم حركه بالقوة. يلا نعم أمرنا لله. تصرف، غازل، تشجيع، تهديد. خلينا نسوي له تشجيع. يقول لي يا قاعد يبكي ذا. يا الغالي يا الحبيب اهدأ. قل لا اله الا الله. خليني الغازله. ساضغط عليك وحسب. يا الله
خلينا نكمل الشباب. صدت عليك وحسب. لا اله الا الله، شو الدموع هذه؟ لا 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 لا، اي قاعد يصيح ذا بالعكس. اوكي طلع له طاقيه. اوه فنانه هذه، ممتازه جدا. ينتظر ردك بفارغ الصبر. جي عاد ما اتي الى الاطلال لانه لا احد هنا، ولكن اليوم التقيت بشخص لطيف. انني اثرثر مجددا، سابتعد عن طريقك. جميل، خلينا شباب نعبي هيلث. اهلا، لقد ادركت للتو انه قد مضى وقت طويل منذ ان قمت بالتنظيف. لم اتوقع ان يكون هناك زوار، ربما توجد اشياء كثيره في موجوده في الارجاء يمكنك التقاطهم، ولكن لا تحمل اكثر مما تستطيع. ربما يوما ما سترى شيئا ما يعجبك، سوف تكون بحاجه لوضعها في جيبك. اوكي شكرا. السالفة وش العلم؟ اوف ايش في هنا؟ اوكي اوكي جميل جدا يا شباب، فتحنا الفخ. ممتاز يا شباب، خلونا نكمل. لا اله الا الله، إنه زر عليك أضغط عليه لا شيء. طيب كيف لا شيء؟ ليه؟ أوكي أوكي هنا يا حبيبي، تمام. أوكي شباب بسم الله، وش السالفة هنا؟ ممتاز جميل، ايوه جميل. يا الله يا اخي والله القتالات هنا تطفش شوي. جميل، نكمل الشباب رحلتنا. والله يا شباب اني قاعد امشي على عماها زي الناس. ايش في هنا فوق؟ يا للعجب، استغرق ذلك اكثر مما ظننت. اكيد طولت والله. انا هنا، كيف وصلت يا الى هنا يا صغيري؟ هل اصبت؟ هناك سوف يشفيك. ما كان ينبغي أن أتركك طويلا، كان الأمر مستاترا لتفاجئني بهذه الطريقة. أعتقد أنني لن أستطيع إخفاءه لفترة أطول. تعال يا الصغير، يلا نلحقها. الله، رؤية شيء لطيف كمنزل مرتب في الأطلال يعطيك الإصرار. هات حفظ يا وحش. هل تشم رائحة؟ مفاجأة، إنها فطيرة قرفة حلوى. ظننت أننا قد نحتفل بوصولك، أريدك أن تحظى بوقت لطيف لتعيش، لذا سوف أؤجل فطيرة الحلزون لهذه الليلة. انظر، لدي مفاجأة أخرى لك. وشو؟ هذه هي. الله، غرفة خاصة لك، آمل أن تعجبك. الله يا أخي والله لطيفة جدا هذه. هل احترق شيء؟ أعتبر نفسك في بيتك، جابت أم العيد. الله يا سلام، وها قد نمنا يا شباب. لقد وجدت قطعة من فطيرة قرفة حلو. الله شيء لطيف والله. وين راحت؟ هذه هنا. أوكي، أرى أنك استيقظت بالفعل. أريدك أن تعلم مدى سعادتي بوجود شخص ما هنا. توجد العديد من الكتب القديمة التي أريد مشاركتها معك. أريد أن أريك أماكني المفضلة لصيد الحشرات. الله يقرفك، لقد أعددت لها أيضا منها من... لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، ولكني أردت دائما أن أكون معلم. في الواقع ربما هذا ليس مفاجئا جدا، ومع ذلك أنا سعيدة جدا أن تعيش هنا معي. وما قال جدا بس من الكيس، أنتم مشوا بس. هل تريد شيئا؟ ما الأمر؟ متى أذهب للمنزل؟ لا شيء للمنزل. ها؟ لا شيء. حسنا، تحدث معي إذا احتجت شيئا. طيب أوكي. إنه كتاب التاريخ إليك صفحة عشوائية. معاصر وراء العواجز وخايف نجمات البشر القادمة نرن عنا بعيدا من مجينا بعيدا نحو الأرض، إلا أن وصلنا لطرف الكهوف. كان هذا موطنا الجديد وأطلقنا عليه اسم الوطن. عظيم، كملكنا فهو سيء جدا في اختيار الأسماء. أوكي جميل، هذا شوف احنا طلعنا من البيت
سوينا سيف. اوكي، وبكذا يا اخوان نكون خلصنا اول حلقة من لعبة اندرتيل. اذا عجبتكم لا تنسون اللايك والنشر والاشتراك، وبس نهاية كل فيديو احب اقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سلام.